mussard على طريقة أمين عام الأمم المتحدة بان كيمون اللي صار معروف على السوشيال ميديا بقلقه تجاه أي قضية ومهما بلغ حجمها، هيك عبرت وزارة الخارجية بلبنان على التجربة النووية اللي قامت فيها كوريا الشمالية وأعلنت عن استنكارها. هالموقف كان كافي ليطلقوا الناشطين على مواقع التواصل هاشتاغ رسالة إلى كيم جونغ عبروا فيها بسخرية حول هالبيان، وصاروا يطلبوا من الزعيم الكوري ما ياخذ بيان الوزير باسيل على محمل الجد أو إنه من كثر ما القوات الكورية بلشت تفكك مصانعها النووية وتخلي عن صواريخها وترسانتها العسكرية ننتقل لفيسبوك والقوانين المتعلقة بالشركة اللي كانت فرضت رقابة ومنعت نشر هالصورة التاريخية من حرب فيتنام واللي بتبين فيها بنت عمرها تسع سنين عارية وهربانة من هجمات الأنابل للنيبال لترجع تتراجع الشركة عن قرارها من بعد ما تعرض مؤسسها مارك زاكربيرج للكثير من الانتقادات من الإعلام العالمي وأعلنت أنه التداول بهالصورة رح يرجع يصير ممكن وكانت عبرت الشركة بوقت سابق أنه بيصعب عليها تفرق بين صور أطفال عورات الشيء غير المسموح على فيسبوك وصور مثل هالصورة التاريخية نشرت الشرطة بأوهايو بالولايات المتحدة على صفحتها الرسمية على فيسبوك صورة لزوجين فائدين الوعي داخل سيارة نتيجة تناولهم جرعة زايدة من المخدرات بوجود طفل بالمقعد الخلفي وأجت التعليقات لا تعتبر أنه في استغلال للزوجين ولا الطفل وما كان لازم تنشر هالصورة لا يرجع ينكتب بوست من قبل الشرطة بيقولوا فيه أنه ضروري الناس يشوفوا الأثار السلبية للمخدرات وأنه نرتقوا يكونوا صوت هالطفل المصدوم اللي ما قدر يعبر وكمان من الولايات المتحدة وبالتحديد من الجراوند زيرو او المكان اللي بيذكر بهجمات 11 ايلول، صارت حادثه غريبه ابطالها شباب بريطانيين كانوا عم يتصوروا صور سيلفي مع سكس دول او دميه الجنس بمناسبه توديع احدهم للعزوبيه. وهالشي اللي سبب اهانه لمشاعر الناس اللي تاثروا وخسروا اشخاص بحبون خصوصا وانه بيصادف الذكرى ال 15 للحادثه، دفع الشرطه تجي تحقق معهم وجبرتهم يغادروا المكان. لهون بنكون وصلنا لنهاية أخبارنا اللي فيكم ترجعوا تتابعونا على صفحة ترانز على فيسبوك أو على صفحتي على فيسبوك وكمان فيكم تتابعوني على حساباتي على تويتر وإنستغرام وأنا بدي أتمنى عيد أضحى مبارك وعطلة أسبوع حلوة